ترى حلو الواحد اذا عنده تويتر مال ايلون ماسك بحكايه يصعد السوق وحكايه يدمر بيتكوين بس انا يعني لو منا اكون شويه حذر لانه احتمال يعني كبير انه حتى لو انتهت عمليه البيع لتويتر الاس اي سي يراقبوه ممكن يسوي له مشاكل مثل ما سووا له قبل يعني الناس ناس تختلف عن على موضوع ايلون ماسك اللي انا يعجبني به انه الاشياء اللي يسويها بشركاته تسلا سبيس اكس وغيرها يعني ممتازه طبعا بس اشوفها شويه صبياني بالتعامل مع السوشيال ميديا ومن طينه دونالد ترامب مو بس هذا يعني ما عنده بعد نظر ويفكر يعني, ما يفكر بالناس والملايين اللي يتاثرون بكلامه هاي مسؤوليه كبيره لانه عنده يعني اكثر من 90 مليون فولورز فخلي نسولف بالموضوع بعد 10 ثواني بس انتظروا اخير الحلقه لانه يعني عندي مسابقه تداول العملات والسلع والكريبتو والمؤشرات موجوده بمنصه ايفست والرابط بالدسكربشن للاشتراك ورجعنا قبل ما نبدا لا تنسوا اي تعليق يترك لكم رقم واتساب او تليفون او شيء هذول كلهم محتالين حتى لو حاطين اسمي وصورتي أنا يعني يعني ما اعطي رقمي لاحد ولا أستثمر من احد حطوا هاي ببالكم ويعني كونوا حاضرين اوكي اللي ما يعرف ايلون ماسك يعني اتصور كلكم تعرفوه بس يعني خلينا نقول انه هو يملك عده شركات ضخمه واغنى رجل بالعالم وشركات تحاول تسوي تغيير بالعالم، كلها شركات ناجحه وافكارها يعني طموحه خلينا نقول للمستقبل. شركه تسلا غنيه عن التعريف وسبيس اكس كذلك وعنده مشاريع عده وكلها مشاريع يعني مثل ما قلنا جباره وطموحه جدا. بس ايلون ماسك ما اشوفه حريص بتويتر اللي هي منصه كلش كبيره ومهمه، هو نفسه اللي راح يشتري تويتر بالكامل يقول اريد اصلح تويتر. اوكي بس بالماضي على تويتر تكلم عن شراء اسهم تسلا ويسويها شركه خاصه وقال عندي الفلوس وطلعوا كلها كذب ما عنده وتغرب 20 مليون من الاس اي سي من مجلس اداره الشركه شركه تسلا كمدير لها طلعوه من عندها وايضا صعد عمله دوش كوين ونزلها بتصرفات يعني غريبه مع الاطفال صراحه بدون تخطيط كذلك يعني صعد ونزل بيتكوين لما اشتراها عن طريق شركة تسلا وقال نبيع سيارات تسلا بالبيتكوين بعدين قال لا ما نبيع بالبيتكوين لانه تصرف يعني تصرف طاقه تولد يعني تولد عن 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 طريق وقود يسيء بالبيئه. زين انت ما كنت تعرف هذا من اشتريته؟ بعد شهر يلا عرفت؟ مو انت العبقري عود كسر بيتكوين بشكل كبير ودخل السوق يعني سوق بير ماركت كلش كبير بوقتها. هالاسبوع شغله جديده. اكو ان اف تي مشهور جدا اسمه بورد اي كلاب القرد الملان الضايج باليخت اللي عندهم يخت هذا واحد من اكبر مشاريع الان بالان اف تي نون توكنز يعني هاي الصور والفيديوهات والاشياء اللي يشتروها مثل لوحات او شغلات فنيه ناس تشوفها يعني ثمينه ويصعد سعرها لانه نادره اكو واحدة من عندها عاده خلينا نقول هذا السوق يعني سوق الان اف تي صعد بشكل كبير السنه الماضيه ومن هاي الصور وال يعني اللوحات ملايين ملايين اكو واحده باعت اه 69 مليون دولار مشروع بورد ايب اه ياكت كلاب اه صعب بشكل ضخم هاي القطعه الفنيه يبيعوها بعشرات الالاف من الدولارات وهي صور مرسومه لقرده الفكره هي مجموعه قرده عايشين بمكان سلام كارج لانه ضايجين من الحياه العاديه والفلوس اللي عندهم قيمتها السوقية مليار وشوية تصور يعني وهي عبارة عن 10000 لوحة يعني لقردة مختلفة مختلفة اشتراها مشاهير مثل جاستن بيبر، ستيفن كاري وغيرهم يعني عندهم سوق مدعوم من من, من مشاهير. مشروع آه المشروع هو نفسه طلع عملة سماها ايب كوين قبل فترة قصيرة يعني كم شهر اتصور. كانت من افضل العملات بالحركة والصعود شهر ابريل آه الماضي. بس قبل ايام يعني نزلت ايلون ماسك اللي يقال عنده ان مع تي بورد ايب بس ما واضح اذا عنده ومو واضح اذا عنده ايب كوين يمكن عنده ما نعرف فاستاذ ايلون ماسك راح وحط صوره ان مع تي مال بورد ايب بصوره البروفايل مالته بتويتر طبعا من يحكي وياه يعني عندي اكثر من 90 مليون فولوور فا ايش صار تتفق او لا وياه هو اكيد ممتع ويسوي بلبله دائما الصورة مال مع البروفايل مالته مع مال القردة خلال ساعة صعد الـ NFT والعملة مالتهم تقريباً 20% 21% وراها بفترة كتب شكلها قال شكلها فنجبل بس الـ NFT هي اختصار للنن فنجبل توكن اللي معناها نادرة ماكو غيرها هو يقول لا أشوفها فنجبل يعني مو نادرة يعني كسرها، الفكرة مال الـ NFT ويعني ليش سموها نون فانجبل توكن؟ هي لأنه يعني نادرة، صورة ما حد عنده من عندها، ماكو مشابهة إلها. آه مو مثل البيتكوين، اكو منها 21 مليون، نفس الشيء. بس صور الـ NFT يعني هي نادرة المفروض يعني ماكو ما غيرها. إذا اشتريت وحدة هي الوحيدة الموجودة. فلما يكتب إيلون ماسك ورغم أنه ما قال على NFT نفسه يعني هذا قصده، بس يكتب أنه شكلها مو نادرة معناها يستهزئ بها. سوق القرض نزل راسا وخسر ال 20% وخسر بعد اكثر. ما ادري بعد ايش راح يسوي؟ راح أتكلم عنها او لا بعد؟ بس انا اليوم منكم يعني انتبه للمشروع هذا لانه يعني حتى بالبروفايل مالته مو لمح. ايلون ماسك اليوم قال اذا صار شيء علي ففرصه سعيده انه تعرفت بكم. قصده انه يخاف انه احد يسوي له شيء يعني عنده اعداء ويجيب له يعني مشاكل فاني اقول يعني اقعد راحه يعني يعني انت مفيد فمنو منكم ويا ماسك ومنو ضده؟ وايضا ما دام السوق تعبان فخلي نسوي مسابقه شوي نرفع معنويات الناس المتضررين فشوفوا الحلقه زين وتركوا تعليق وتابعوني على تويتر وانستغرام مالتي هذا لانه حسوي سحبه واسالكم عن الحلقه هاي يعني اسئله مثل حزوره اسالكم اذا يعني شفتوها زين، واعطي 50 دولار لاربع اشخاص يجاوبوني على اسئلتي عن الحلقه لما اسوي بث مباشر على انستغرام. دعونا نتشارك المعلومات عن الاسهم الرابحه، فالتداول اكثر متعه مع الاصدقاء، قم بدعوه اصدقائك للانضمام الى إيفاس واحصل على مكافاه قدرها 100 دولار. مقابل كل صديق يفتح حسابا جديدا للتداول. هذه هي خطوات الحصول على مكافاه برنامج الاحاله التي تبلغ قيمتها 100 دولار. قم بتسجيل دخولك الى ايفاست واذهب الى لوحه التحكم الخاصه بك ثم اضغط على علامه قسم العملاء. بعد ذلك انسخ رابط الاحاله وارسله الى اصدقائك. ستحصل على مئة دولار مخصصة للتداول مقابل كل صديق يفتح حساباً جديداً مع إيفاست ويبدأ بالتداول في إيفاست التداول أكثر متعة مع الأصدقاء.